مع دخول شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع ارتفاع عدد المسجلين لأخذ اللقاح في المملكة، أوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن لقاح كورونا ليس مفطرا للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل. وجاءت الفتوى لتغلق باب التساؤل عن حكم الحصول على اللقاح خلال ساعات الصيام. مراكز اللقاحات في المملكة تجاوزت طاقتها التشغيلية 250,000 جرعة خلال اليوم الواحد، كما سجل مؤشر بيانات لقاح كورونا حتى الآن أكثر من 6,300,000 جرعة قدمت عبر 587 مركزا في جميع مناطق المملكة. نقترب من العودة للحياة الطبيعية بأخذ اللقاح، التزامنا بالاحترازات الوقائية خطوة تفصلنا عن بر الأمان بإذن الله.